ازيكم يا مواليد برج الميزان؟ يا رب تكون بخير. توقعات برج الميزان ليوم الأحد الموافق 5 مارس 5 آذار 5/3/2023. مش هنعرف نعرف يوم الأحد على إنه يوم خاص فينا عشان نرتاح، بالعكس هتبتدي تظهر أحداث مواقف كتير مختلفة بشكل إحنا مش متوقعينه. هيكون عندنا تطور سريع جدا، هنحتاج إننا نتابع كل الحاجات اللي بنبقى بنتكلم فيها ونشارك فيها. يوم الأحد هيبقى فيه مساعدة للأشخاص اللي حوالينا، فيه استمتاع شوية بس فيه استماع أكتر للهموم وللمشاكل. لو كان في حد بيثير جدل النهاردة بسبب رغبته في انه يعمل جدال او حتى صراع انت مش حابب تشارك فيه خالص، حاول تخرج، اعزل نفسك عن الشخص ده خاصة في يوم الاحد لانه يوم مثير جدا للاهتمام خاصة في حياتك العاطفية. لو كنت بتتواصل مع شريكك عبر الانترنت او وسائل التواصل الاجتماعي او حتي على التليفون لسبب ما، بالنسبة ليك هيكون يوم الاحد فيه شوية مخاوف، في اخبار هتبقى بتتعلق بصحة شخص انت عارفه، هيكون الموضوع فيه صعوبة بالنسبة ليك وبسبب انك هتبقى على وشك انك تاخد قرار وتغيير يعتبر مهم جدا في طريقك. هيكون في كتير من القلق وعدم اليقين اللي بيبقى بدخلك بالنسبة لكل المواليد، هيجيب ليك تجارب مع أطفال أو نساء كتير من الأصدقاء القريبين منك والبعيدين في نفس الوقت، هيسيب ليك ذكرى فيها لقى حب، هيكون عندك حلم مرتبط بحب قديم ممكن يرجع يصحى مرة تانية أو تتقابل مع الشخص ده. فما تقلقوش، يوم الأحد هيبقى حلو جدا إننا نعرف نعتني بنفسنا أكتر ونعتني حتى بالأشخاص اللي حوالينا، حتى في اللي بيتعلق بالموضوع اللي بيبقى فيه شوية أنانية هيبقى بيتعلق بإننا نعتني بمشكلة صحية أو حتى أسرية أو حتى مالية، بس لازم نبقى عندنا أولويات في الوقت ده. هيجيب لينا في الغالب سفر لمسافات قصيرة لكن هتبتدي تشتغل في اليوم ده عليها، هيكون في دخل، في نتائج حلوة في الشغل المنجز بشكل صغير من دون أي مفاجأة خاصة معنا. هيجيب النهاردة عاطفة مش متوقعة، في تجربة، في لحظة مهمة جدا لينا هتبقى بتتعلق بامرأة النهاردة وطفلة حتى، المهم الشخصية تعتبر أنثوية أكتر، فخلينا مستعدين للتفاصيل اللي هتبقى حلوة وواضحة دي.